مرحبا فيكم بدليلنا الشامل لإنشاء فيديو بعد الدروس المستفادة. اليوم رح نحكي عن بعد لحرفي معين، كيف بدي أخلي المشاهدين يتعلموا منه نصائح، مهارات، قيم وأفكار عملية بيطبقوها بحياتهم الشخصية. صار موضوع مرتبط بالثقافة أو الحضارة بتحبه وحابب تعرف الناس عنه أكثر. قدم الحرفي وحرفته. المميز بهذا النوع من الفيديوهات هو تقديم الحرفي كمعلم، يعني بدنا نتعلم منه دروس وقيم ونصائح مفيدة بحياته. الانطباع الأولي للحرفي بوصفه مصدر للحكمة مهم جدا عشان نكمل السرد. ناقش إتقان الحرفة من قبل الحرفي، ممكن تكون سنوات الممارسة والتفاني هي بحد ذاتها درس مستفاد. تسليط الضوء على مفهوم الإتقان كهدف قابل للتحقيق بيتطلب منا الصبر والمثابرة. استكشف عملية الإبداع للحرفي، كيف بيتوصلوا للأفكار، كيف بيحلوا المشاكل بطريقة إبداعية. الحديث عن عملية الإبداع للمشاهدين بيعطيهم فكرة عن كيفية حل المشاكل والابتكار. اسأل الحرفي عن القيم اللي بتواجه عمله، يمكن تكون هاي القيم هي الاستدامة أو دعم المجتمع أو الحفاظ على التقاليد والعادات. ممكن ترجم القيم اللي بتعلمها الأشخاص الحرفيين لسياقات الحياة العامة وتطبقها بحياتك الشخصية. ناقش الحرفي كيف بيتعامل مع التحديات، ممكن تكون المرونة والقدرة على التكيف ومهارات حل المشاكل اللي بيظهرها هي دروس مستفادة للمشاهدين. ممكن استعراض طرق الحرفي للتغلب على التحديات تكون دروس عملية في المرونة والتكيف. ضروري إبراز الممارسات المستدامة للحرفي، هاي النصائح ممكن توفر أفكار للمشاهدين عن كيف بيدمجوا الاستدامة بحياتهم الشخصية. الاستدامة هي قضية حديثة ومهمة وممكن يكون للنصائح العملية أثر كبير فيها. تحدث مع الحرفي عن خططه المستقبلية، كيف بيخطط للمستقبل، شو بيتوقع، شو بيستعد، وهل هو جاهز للتغييرات. مناقشة التخطيط المستقبلي والاستعداد بتوفر دروس قيمة للمشاهدين، خاصة بعالم بيتغير بسرعة. عشان نفهم أكثر رح ناخذ هذا المثال. بنشوف فنان تشكيلي، الفيديو بيتحدث عن شغفه، بيستعرض مجموعة من أعماله. طبعاً تقدروا تحضروا الفيديو كامل ورح نترك لكم الرابط بصندوق الوصف description box. بإمكانكم الاطلاع على أمثلة ومقترحات كثير ومتجددة لإنتاج الفيديو الخاص فيكم موجودة بصندوق الوصف تحت هذا الفيديو. بهذا الفيديو حاولنا تضمين مشاهد وأمثلة لفيديوهات عشان نستعرض الدروس المستفادة من حرفة الحرفي، كيف تشجع الناس على التأمل الشخصي، وفيها دروس مستفادة قابلة للتطبيق بحياتهم الشخصية. طبعاً استعرضنا مراحل صناعة هذا النوع من الفيديوهات اللي هو الدروس المستفادة. ننتظر منكم تشاركونا فيديوهاتكم من خلال إرسالهم على الإيميل الظاهر أمامكم والموجود أيضاً بصندوق الوصف. شكراً على المشاهدة وبالتوفيق.